ما إن تأكد خبر إقالة الأخضر بن تركي من الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حتى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات قرأت خبر الإقالة على طريقتها الخاصة. بين من يثني ويستغرب القرار انقسم الفنانون. الديوان الوطني للثقافة والإعلام مؤسسة قائمة بذاتها، هياكل، برامج، الأهم أن تواصل هذه المؤسسة تقديم الثقافة كخدمة عمومية للمواطن.